معنى ترشح في هذا الوضع. المراد الاتحادي كما شاء قدره أو يشاء قدره يصنع تغيير من داخل الأزمة. يقال لي لماذا هذا الترشيح ونسائي ولأول مرة في تاريخ الحزب في ظروف عصيبة؟ أنا أقول أن ترشيح لكتابة الأولى لاتحاد الشراكي للقوات الشعبية أكون رجلاً أو امرأة هي عملية صراع، لأنه ترشيح احتفائي فقط، هذا المكان لا يجعلنا في قلب الفكرة الاتحادية، هي فكرة قائمة على إخراج الحل من قلب الأزمة. شنو مثلا كنا كنتسناو؟ كنا كنتسناو على أنه تفتح أمامنا الأبواب، لا يمكن أن تفتح أمامنا الأبواب. والهدف أصلا من هذا الترشيح، وأنا هنا أحاول أن أجيب حتى على السؤال ديال لالة شيماء في موضوع السلاسة، الترشيح هو استجابة وانخراط في مد شعبي وحزبي يؤكد على ما قلت الأخ منير، المشهد السياسي غير مغري تماما. احنا أهل رسالة، يجب أن نملك المغاربة قناعة حقهم فعل سياسي حزبي حقيقي. ما يقع اليوم شنو كيوقع؟ كيضرب مكتسبات أساسية ساهم فيها الاتحاد الشراكي والحركة الاتحادية من داخل القوى السياسية. احنا ساهمنا في أننا نربطوا فعل الشأن العام بالسياسة وممارستها. السؤال العرض اللي كيطرح، واش المواطن غيهتم بهذا الصراع؟ أنا غادي نقول لك علاش المواطن سيهتم بهذا الصراع. مفهوم على أنه الإشكاليات اللي كيعيشها المغرب من بين إشكاليات أخرى وهي عادية بالنسبة للدول ذات الدخل المتوسط إلى آخره، هي إشكالية بناء اختيارات لإنتاج تنمية حقيقية منتجة للثروة وبناء بنى لتوزيعها بشكل عادل. ياك والتوزيع ديالها بشكل عادل شنو هو؟ الشغل للمغاربة، صحتهم، المرفق العام، التعليم الجيد، حق الاحترام، حقوق الحريات. حينما تتحول الأحزاب في ظل المنظومة ديال الديمقراطية التمثيلية، زعما حنا كنمثلوا هاد الناس، تتحول الأحزاب لقوى مقاومة للمجهود الوطني العام من أجل الرقي بالحياة الناس. ملي غيولي أحزاب ما قادراش تناقش اختيارات، ما قادراش تعبأ المواطنين من أجل أن يشاركوا في عملية انتخابية حقيقية، فاش ما كتقدرش تأثرهم بناء على تصور ديالها للرقي بوضعهم، شنو المآل؟ حنا من داخل هذا الترشيح نحاول أن نقاوم تحويل حزب الاتحاد الشراكي للقوى الشعبية لقوة مقاومة للمجهود العام الذي تقوم به بلادنا من أجل تغيير تنموي غير فضي التغيير السياسي. من الصعب اليوم أن نعتبر مناضلا من يستطيع أن يسكت على خرق القانون. شنو معناها خرق القانون؟ شنو معناها اليوم أن نكون مناضلين منضبطين مزيانين معتبرين؟ معناها أن نكسر القوى النضالية عند المواطن، نعطوه ديك الفكرة الله يجعل الغفلة بين البائع والشاري، هو هادشي اللي كيدير لنا في المؤتمر الغفلة. لذلك لا يجب أن يؤخذ هذا الترشيح لا ديالي ولا ديال الإخوان المحترمين المرشحين على أنه فقط ترشيح من أجل الكتابة الأولى. الكتابة الأولى لحزب غير أصيل لا تساوي شيء. الكتابة الأولى لحزب لا يثق به المغاربة لا تساوي شيء. الكتابة الأولى لحزب مثقل بصراعات ورع لا تساوي شيء. مهمتنا اليوم هي مساهمة في تخليق الحياة الحزبية وإعادة الفعل بالاعتبار السياسي. يستحيل أقول، يستحيل أن تنتج صيغة قصرية وقهرية لاتحاد الشراكي للقوات الشعبية خارج المناضلين ومناضلاتهم. احنا لسنا إقصائيين، احنا ضد السلوك ولسنا ضد الأشخاص، وتشبث الأشخاص بالسلوك يعني تجردهم الذاتي من انتمائهم. احنا لا نقصي أحد وما الدين الدين للجميع، لكن شريطة أن تتفق على التزام تعاقدي. واش احنا هنا في حزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية لخدمة مشروع مجتمعي نتصور من خلاله خدمة المواطن وخدمة الوطن أو شيء آخر؟ المسار القضائي في اعتقادي ليس خصومة. المسار القضائي
هو مسلك يكاد يشبه بإصدارات أو قانون دفع بلاد دستورية القوانين. حنا بغينا ننشو اجتهاد للمدرسة الحزبية المغربية بشكل عام حول الخلافات. استسمع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقية تفرج النظام الداخلي هي شبه مغيبة. راه النظام الداخلي لحزب الاتحاد الشرقي للقوات الشعبية يقول أن لجنة التحكيم الوطنية للتحكيم والأخلاقية كتوضع عندها تصريح بالممتلكات الكاتب الأول وأعضاء المكتب السياسي والمنتخبين، وهذا الشيء لا يوجد تماما. أنه كنا نتمنى أن ينظم هذا اللقاء في أحد مقراتنا، لكن أريدكم أن تأخذوا بعين الاعتبار أنه الشروط الديمقراطية للتباري والتنافس حول الكتابة الأولى غير متوفرة تماما، بدليل مالية الحزب، مقرات الحزب، بنيته اللوجستيكية، الخاتم ديالو، رئاسة الأخ الكاتب الأول للجنة التحضيرية دون انتخاب في محاولة لتوجيهها لمنحى معين، يؤشر على أنه المراد هو مؤتمر تكتمل طبخته داخل المكتب السياسي. وأختم أنه مع الأسف لن يكون سيد نفسه، له أسياد كثر من الإرادات التي تريد أن تحول مسار حزب الاتحاد الشرعي للقوات الشعبية، لكن المناضلين بالعكس هم أسياد أنفسهم. نناشدهم أن يحموا حزبهم من منعطف أخشى أن يكون آخر منعطفات حزب الاتحاد الشرعي للقوات الشعبية.